كثر في هذه الأيام الطعن في العلماء وولاة الأمور، هل من كلمة حيال ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا من قديم، الطعن في العلماء والطعن في ولاة الأمور هذا من قديم، وهذا من الابتلاء والامتحان. ولكن الحمد لله عندنا الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، نسير على ذلك، وهذا ضمان للنجاة من الفتن. نعم.